يعني هناك آثار مترتبة على صحبة القرآن. أول هذه الآثار فيما أعلم أن صاحب القرآن يعني معه نور لا ينقطع، لا ينقطع هذا النور طالما أنه في صحبة القرآن. ودليل يعني ذلك قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأمر الآخر، صاحب القرآن دائما في هدى، هو لا يحتاج إلى كتب مترجمة تعلمه السعادة وتعلمه الإيجابية وتعلمه القوة النفسية وكيف تواجه صعاب الحياة وضغوطات الحياة، عنده هدى وهو القرآن. الله عز وجل يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو ليس في حاجة إلى كتب من أخلاق الشرق ولا من أخلاق الغرب. صاحب القرآن دائما في ابتهاج ودائما في سرور، قد يعتريه حزن، قد يعتريه خوف، قد يعتريه مرض، قد يعتريه مثل ما يعتري بقية الناس، ليس مخلوق من جنس آخر هو، ولكن الأصل في أنه مبتهج. يعني فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل في سورة يونس: قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما في القرآن آية دعت إلى الفرح إلا هذا الآية. ليه؟ يفرح بالقرآن ويفرح بالإيمان. قل بفضل الله الإيمان وبرحمته القرآن. فالأمر كذلك ما يترتب عليه، صاحب القرآن في الغالب تتنزل عليه الملائكة، لأن الملائكة دوما تحب أن تسمع القرآن، فتجد القرآن الملائكة تتبع أهل القرآن أهل الذكر أينما كانوا، والكلام في هذا طويل. صاحب القرآن دائما يفسر الأحداث تفسير منطقي، تفسير روحاني، تفسير ديني. ليه؟ لماذا؟ لأن صاحب القرآن كل شبهات الحياة القرآن يردها، كل السنن الربانية موجودة في القرآن، كل المقدمات والنتائج لكل تفاصيل الحياة موجودة في القرآن. فهو يفسر بطريقة علمية ومنطقية هذه الأحداث. صاحب القرآن كذلك في بركات مستمرة ما تنقطع. يعني سورة واحدة من القرآن قال مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذه سورة واحدة فقط، إذا قرأها الإنسان في بيته جاءت البركات من كل مكان، فما بالك إذا كان الإنسان يعني يحمل القرآن كله. كذلك من يعني المترتبات التي يحصل عليها صاحب القرآن أنه يطلق عليه أنه من أهل الله وخاصته. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ماذا يريد الإنسان أكثر من أن يطلق عليه أنه من أهل الله ومن خاصته؟ كذلك من مترتبات هذا القرآن أن الله عز وجل رفع هذا الإنسان بكتاب الله في الدنيا، لأنه ما يعرف إلا بالقرآن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بآخرين. لكن ما رفع أهل القرآن بمجرد أنه يحب القرآن، لا بد من تلاوته، لا بد من فهمه، لا بد من العمل به، لا بد من التخلق بأخلاقه. يعني أذكر من أخبار بمن صاحب القرآن سنين طويلة، يعني الشيخ المعروف الشيخ محمد الخضري كان أحد شيوخ الأزهر، نقل عنه مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم، يقول: جلست معه فيقول: لي 30 سنة لم أصب بأي مرض. فلما يقول الرافعي سألته، قال: أنا أختم أقرأ في كل يوم 3 أجزاء من القرآن، 3 أجزاء من القرآن يختم في تقريبا في 15 يوم تقريبا. فيقول: 30 سنة ما أصبت بمرض ببركة هذا القرآن. من القصص اللي أعرفها ومن أشخاص المعروفين الشيخ محمد المنصور، ربما كان هو أحد أقران الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقولون من شدة صحبته للقرآن أنه في الليلة التي قالوا أنه يعني بدنو أجله، قال: اتركوني،
يعني لا أحد يدخل عليها الغرفة، كان في المستشفى طبعا في آخر حياته. فيقول بدأ من سورة البقرة من الصباح وختم القرآن في قبل الغروب، ثم بعد أن ختم القرآن توفي. الشيخ إبراهيم عزت أحد علماء مصر، ربما القليل الذي يعرف هذا الرجل، هذا ربما جلس سنين طويلة يفسر القرآن وهو على منبر الجمعة، حتى كان لدخوله يعني هيبة. يقولون، يقول لي أحد الشيوخ الذين كان يحضرون لخطبته، يقول فقط بمجرد ما يدخل يعني ليخطب الناس تبدأ في البكاء، أعطاه الله هيبة وإيمان وشيء عجيب. فيقول سبحان الله فسر القرآن كله فوق منبر الجمعة، ولما ختم بسورة النص آخر القرآن توفي. نعم. كذلك من الأشخاص اللي أنا ممكن قريبين مني جدا، شخص اسمه أستاذ يوسف منصور، أحد دعاة المعروفين في أندونيسيا. هذا دعاني في أندونيسيا فاستغربت من طريقتهم مع القرآن، يعني اعتقدت أن أهل يعني الخليج والمملكة كذا يعني هم نعم يحبون القرآن ويفتخرون به ويطبقون بحمد الله، ولكن أحيانا تجد في بلاد أخرى أناس عندهم يعني حب شديد للقرآن بشكل يعني ما يصدق، ما تقول أنك في يعني في هذا الزمن. فيوسف منصور أنا يعني ألفيته في أندونيسيا، يقرأ في السيارة، يقرأ في المطار، يقرأ في السوق، يقرأ وهو يمشي، يقرأ وهو يتمشى. لما نرجع من بعد جولة طويلة في الصباح على بعض المراكز الإسلامية وكذا، نحن نرجع نأخذ قيلولة بعد الظهر، هو لا يجلس بعد الظهر يقرأ قرآن. فتقول سبحان الله، شفت يعني أنا بالنسبة لهم ولا شيء، وكنت أزعم في يوم من الأيام من أني قارئ واوا، لكن تكتشف من خلال السفر من خلال التجوال أن الله عز وجل أعطى أشخاص آخرين حب القرآن وتعلق بالقرآن أكثر مما أعطاك وأكثر مما أعطى غيرك. فهذه نعم الله سبحانه وتعالى يسوقها يعني لبعض عباده، وهذه نعمة. أنا أقول التعلق بالقرآن والصحبة مع القرآن نعمة عظيمة، كلما الإنسان يعني استشعر هذه النعمة وكلما يعني أدى زكاتها بالتلاوة بالفهم بمجالس القرآن كلما ثبتت هذه النعمة لديه. لكن كلما استغنى بهذا القرآن بكتب أخرى، يعني أنا أتصور بعض الناس اليوم يقرأ في كتب مترجمة غربية أكثر مما يقرأ في القرآن، يقرأ قصص الأدباء والشعراء أكثر مما يقرأ في القرآن، يسمع قصص في المجالس أكثر مما يعرف من, من, من قصص القرآن. وهذه مشكلة كبيرة نحتاج فيها أن نعود يعني عودة صادقة إلى كتاب الله، أن نتعلق به، أن نستمد من هذا القرآن المبادئ، القيم، المنهج، الأخلاق. ما نحتاج كتب كثيرة في البيت، ما نحتاج تفاسير كثيرة في البيت، ما نحتاج قصص حتى نتأثر. القرآن لمن يتأمل طويلا في القرآن يعني يغني عن كل شيء، عن كل كتاب، لكن نحتاج إلى إقبال صادق.